انت شوف شحال ديال الحمير كلا والكره. الدوره كيوجدوها باش يبيعوها. ما نيشانا قال لي السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على بركه الله. اينكم يا كراغله؟ ما عرفت فينا هما الكراغله في الخرج خرج كيبانوا لي. على بركة الله ندوزو الأول فيديو. دابا حنا اتفقنا عليه. بقات الحلوة. الحلوة. مين فات؟ حنا في الشام. أنا ديري ياكيك والله هذا حسن اللي في الديلة بازل. قالت لي ندير لك ملفي، قال لي واش حنا في الشام؟ مسخاط هذا حسن اللي في الديلة. هكا بغيتكم تكون فيكم تمغربيت النفس. خليونا من داك التبلحيس ديال والو. السيكتور بغى يدخل يكون يحترم المغاربه ويكون مغربي وهو في المغرب، مرحبا به. ما باش يدخلوا بدا نديروا لهم خاطرهم وكذا وهما كيسبونا وحنا ساكتين. كفى كفى، رد بالمثل باش يجلسوا يشدوا بلايصهم. مي الفات حنا في الشام. انا ديري ياكيك ها هذيك الكريم شانطي انا هادي عاود تسمع الشام. انا ديري اصبر، قال لي واش حنا في الشام؟ مي الفات حنا في الشام. حشم فيهم الهضره وسخط الوالدي. وفينا داك الجزائري اللي كيدير رياكسيو على الفاد ويدير على البيك بوسليم بوز فلو كي يقتات من مشاهدات على حساب المغاربه، يعني كيلحسوا من ديك القضيه ديال خاوه خاوه. نحن في الاسلام جيلا، واللي قلبنا عليه ما كيصلي ما كيصوم ما كي، وفين ديك خاوه خاوه وتبلحيس؟ ها غير باش تربح. مازال حنا الا كنديروا مواضيع ديال المغاربه وكذا، المغاربه كيتبعونا، راه حنا مغاربه. يعني واحد مغربي الا هضر على الفن المغربي ولا على الراب ودار رياكسيون كذا نشجعوه كمغربي. جاي انت من عند من وسط الجزائر باغي تقتات عندنا، وعارفينك انك يعني كيفاش نوصل عليكم؟ يعني كيمثل قدام الكاميرا باش يرضيكم. كون حنا بغينا نمثلو، كون بغينا نرضيو الجزائريين ونرضيو المغاربه، كون كنمثلو كدا خاوه خاوه، لا واخا يسبونا حنا نصفقوا لهم نبوسوا لهم فوق الراس ويعجبوا يعجب الحال الكراغله. كون كانوا الكراغله بدا يصيفطوا ليا القلوبه والمغاربه يقول لك برافو ونكسبكم كاملين، ولكن لا حنا مع الحق. انا غير المغاربه باغي راك غير المغاربه بدا يديروا لايك ويكومونطيو. الكراغله ما عندي ما ندير بهم، ندوزو لفيديو اخر. خوتي السلام عليكم. اسمع هذا من الجزائريين اللي كيقول الحق بحال هذا، نحترمو. هذا الا قال لك خوا خوا نحترم. كاينين الناس فيهم عقلاء واخا قلال للاسف قلال. ورحمه الله وبركاته. عندي واحد المداخله واحد المعلومه. تفضل. في الجزائر، في الجزائر سيرتو في الشرق ولا في الغرب الجزائري ولا في الوسط، الناس اللي تبيع جلابه اقسم بالله كي تقول له جلابه جايه من الترك ولا من سوريا والله ما يشريها عليك، وكي تقول له مغربية يشريها ويأكدوا على مغربية. علاش؟ السلعة زوينة، ولكن بغيت نقول لكم واحد القضية. أكدوا على ديال العيالات والرجال، راه لبستوا للشيخ ديالكم ديال العيالات. نقول لك أنا علاش يأكدوا على الجنابة المغربية؟ لأنها مخدومة باليد ومخدومة من القلب. يعني العمل، سمحوا لي طاح لي التليفون أخوتي، يعني العمل مطحون. معروف معروف المغرب اي خدمه خرجت كتقرا. الاخوان الجلابه من فاس ياك، الاصل ديال كاين الوزانيه كاين الفاسيه ياك مفارقين، وكل الاغلبيه هذا بحال هاد الخدمه اللي مخدومه باليد فاس اغلبيتكم. ما تقول العمل انت تقولي قاطع المنتوجات المغربيه. الناس في الجزائر راهم يموتوا ويحبوا المنتوجات المغربية، وكي ما تكونش مغربية بالعكس ما يشريوش. روح سقسي أي مرة تسكن في الغرب وقولها أنت على واش تموتي وأنا جلابة تحبي، تقول لك جلابة مغربية والله تدخل تلقاها مش مغربية والله ما تشريها. يا ريت غير كيحترمونا، يا ريت غير كيحترمونا. ما كون فتحوا الحدود كون احترموا المغرب وفتحوا الحدود، ماشي غير الجلالب والبنان يشبعوا. لأنهم على بالهم المغرب ما يخدعوش، يخدموا من القلب تماما، والنساء تاعهم يطرزوا من القلب ويتقنوا العمل.
الجلابة المغربية معروف، المغاربة معروفين بالفن. شوف شوف كي يخدموا الفايون. جالس لي جوفر بغي يبدس لي الكحة، غير كنجي نصور راه ما كتكونش فيها الكحة، كنجي نصور كنجي ما عرفتش علاش. بغي يقول زلي جوفرانا نعاود نشوفو. الجلابة المغربية معروف، المغاربة معروفين بالفن. شوف شوف كي خاف لي تقلقوا عليه الكرغلة مقبولة دايزة ماشي مشكل. شوف الزليج المغربي يخدموا الفايونس ولا يخدموا الجبس ولا عندنا في الجزائر، اقسم بالله تهز رونديفو باش يجيو يخدموا لك، لانهم عندهم الخدمة بزاف والناس كل تحبهم. ها باش كيمشيو المغاربة يخدموا الزليج، ما كاينش شي جزائري عارف الزليج صاحبي راه حتى القبص داك الزواق ديال القبص راه كاينين خدام، كاينين الناس كنعرفوهم هنا عندنا في هذه المدينة، وفنان فنان كنشوف شي وحدين كيفاش كيخدموا وكذا راه برافو عليهم. مشاو للجزائر قصوا الجزائريين كيتفرجوا فيهم باش ياخذوا الحرفه كما خداو كاع، لان دابا هما راه كيجيبوا مغربي يخدم لهم وكيشوفوا باش ياخذوا الحرفه، كيخدم المغربي وكيحضي الجزائري اللي خرجوا له ما خصو 10 سيجمعوا 10 د العقوله باش يقدروا يخدموا القبص. هذا تاع التيك توك مهابل اخوتي، صاي انا جي برين ديسيزيون اقسم بالله مهابل. لقاو التيك توك يخلص راه كل نهار يديز نامبورت كو. ندوز الفيديو اخر فين وصلنا هذا؟ فين اه هو شو المغاربه، شو المغاربه كيخلقينا شو مراكش؟ واش هادو دابا تقلقوا مال الكرغولي الا سبيتي ولا علاش الكور كيعجبو من المغرب؟ لا ولا من شتي كاين شتي المراكشيين ديما الضحكو النشاط ما كاينش، الكور كيجي كيتعجب كيفاش هادو ديما الابتسامه والاحترام وكذا. هادشي دابا تلقاه في شي دوله جزائريه بيني وبينكم، واش تلقاه في شي دوله جزائريه؟ لو خضر اودي لحظه اقتحام ما كان ذبح الحمير في عنابه تخلوا الناس ياكلوا انت شوف شحال ديال الحمير كلاو الكرا الدورة كيوجدوها باش يبيعوها حتى ما نيشانا قال لي هذاك ماشي نيشانا عطيني اياها اخرى هات مذبح غير شرعي بقرية عين علام بلدية ذرعان يمارس فيه ذبح الأحمرة والبغال. الأحمرة دخل شوف راه اللغة العربية أنا نقص فيها، ولكن الأحمرة ما تقول الفايتة قلتوا لي لا راه عنده الحق. الحميرة صح الأحمرة هذا واحد من الأحمرة نيت شو معر شو أولي أولي بلدية ذرعان يمارس فيه ذبح الأحمرة والبغال أكرمهم الله وتخدمها للمستهلك على أنها لحوم الحميرة الحمار ماشي الأحمرة ولا نكون أنا غلط نسمعوا ذرعان يمارس فيه ذبح الأحمرة والبغال أكرمكم الله وتخدمها للمستهلك على أنها لحوم حمراء طازجة صالحة للاستهلاك البشري. بعد التأكد من المعلومة وتحديد المكان تم تشكيل دورية واقتحام المكان ليسفر ذلك على توقيف 3 أشخاص من بينهم قاصر ينحدرون من المنطقة إضافة إلى حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء. معتبرة من اللحوم الحمراء، لحوم الحمير الحمراء مهيئة للاستهلاك البشري. بعد تنسيق مع البيطرة تبين أنها تعود للبغال والأحمرة أكرمكم الله. أحمير وعودها يمكن أنا اللي غلط. أحمرة دخلوا لجوجل، ما غاديش تخرجوا عود من هنا باش ندخل لجوجل. جمع حمار حامير أحميرة تخلي الشكال. تم الحجز النهائي لهذه المواد وتم فتح تحقيق كذلك، وسيتم تخديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من ذلك. لأنهم ذبحوا الأحميرة ودي الكراغلة ودي الأحميرة لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوان وصلنا آخر الفيديو تاع
تحياتي لكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم على المساندة. السلام عليكم. واعطيوني الحريرة والخبز خور وشي شوية ديال اتاي، راكي درتي ليا انتي القرون.